أهلا بكم في الصفحة الأولى، جولة في الصحافة حول العالم، وإليكم أبرز العناوين. لوس أنجلوس تايمز تتحدث عن طوابير المعاناة في لبنان في ظل التفكك السياسي. فورين بوليسي تقول إن تركيا تعاني اضطرابا سياسيا أكثر من أي وقت مضى. صحيفة روسية تحدد ثلاثة أخطاء لواشنطن تسمح لبوتين بالتفوق عليها. أوضاع اللبنانيين المتردية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية لا تنذر بحل قريب لهذه الأزمات. صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تناولت تداعيات الأزمة الاقتصادية في لبنان في تقرير تحت عنوان اللبنانون يصطفون في طوابير المعاناة. وقالت الصحيفة إن اللبنانيين يضطرون إلى الانتظار لساعات في طوابير طويلة أمام المخابز ومحطات الوقود مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتردي سعر الصرف للعملة المحلية. وأضافت الصحيفة أن اللبنانيين أصبحوا يواجهون صعوبة في إيجاد الدواء، وليس فقط الأدوية غالية السعر، وإنما وصل الأمر للأدوية الشائعة كالأسبرين. كما أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن انقطاع الكهرباء يستمر في كثير من الأحيان لأكثر من 20 ساعة في اليوم حتى في الأحياء الراقية في العاصمة بيروت. ونقلت لوس أنجلوس تايمز عن بعض اللبنانيين قولهم إن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم مع استمرار انهيار سعر الليرة اللبنانية أمام الدولار. تنضم إلينا من بيروت الكاتبة الصحفية ميساء عبد الخالق. سيدة ميساء، بداية، ماذا يعني أن تتناول صحيفة غربية أحوال اللبنانيين الإنسانية؟ مرحبا بكم. صراحة الواقع اللبناني وما يعيشه اللبنانيون أسوأ مما ذكرته الصحيفة. هنا في لبنان طوابير الدل أمام محطات الوقود، في الصيدليات، في المتاجر، هناك نقص حاد في المواد الغذائية، في الأدوية، وطبعا في الوقود. هنا اللبنانيون جميعهم يعيشون مأساة حقيقية، وليس الفقراء منهم فقط، وأيضا من لديه الأموال بسبب النقص في المواد الاستهلاكية والغذائية. حقيقة أكثر من ذلك، نحن نخاف على لبنان كوجود كدولة في حال استمرار الأزمة. كلنا نعرف وفقا للقانون الدولي مقومات أي دولة أرض وشعب ومؤسسات. الشعب اللبناني معظمهم هاجر خارج الوطن، ومن بقي هنا لا حول لهم ولا قوة، والمؤسسات تتآكل بقي الشعب. وأيضا هناك شرط آخر، الاعتراف الدولي. نخاف على عدم اعتراف دول في لبنان في حال عدم تشكيل حكومة لبنانية. نأمل أن يتم الأثنين تسمية رئيس مكلف، ويعمل في القريب العاجل إلى تأليف حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لكي يعمل بعد ذلك المجتمع الدولي إلى دعم لبنان، سواء بالقروض، بالهبهبات، كل ما يأتي إلى لبنان مساعدات إنسانية. صراحة، والخوف أن أيضا العزة وصلت إلى الجيش اللبناني، إلى حماة الوطن، إلى حد هذا الحد، المأساة كبيرة هنا في لبنان. وأيضا يعني هل تتفقين سيدة ميساء مع الوصف الذي استخدمته الصحيفة الغربية فيما يتعلق بطوابير الإذلال؟ هل إلى هذا الحد يلامس هذا التوصيف الواقع في اعتقادك؟ أكثر من ذلك، أنا أقول لك طوابير الذل وليس طوابير المعاناة. فرق بين طوابير المعاناة والذل. الذل هي أعتقد أنا وصف أكبر لما يعاني منه كل الشعب اللبناني. حقيقة مأساة شعب بكامله، مأساة وطن، كلنا نخاف. بات كل الشعب اللبناني، أعتقد لو أرادوا تصنيف الشعوب الأكثر قهرا لجاء الشعب اللبناني من بين أول الشعوب في الأكثر قهرا. ويكفي أن البنك الدولي صنف الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان من بين العشر أسوأ أزمات منذ القرن التاسع عشر، وبينها الثلاث الأسوأ.
فهذا كافي لكي نصنف الوضع هنا في لبنان، لا حليب لا دواء لا وقود العتمة، وحتى أكثر مخاوف من أن تعم العتمة كل لبنان في الأيام القليلة القادمة في حال لم تتشكل حكومة ويأتي الحل. طيب بعيداً عن السياسة سيدة ميساء، من وجهة نظر اللبناني البسيط، ما هو الحل في اعتقادك، أو من وجهة نظر اللبناني البسيط كي تتوفر له أبسط مقومات الحياة؟ من وجهة نظر كل اللبنانيين البسيط والمثقف ومن يتابع الشؤون السياسية بات يعلم أن دون تشكيل حكومة تباشر والإصلاحات لا أمل في لبنان، وعلما أن معظم اللبنانيين فقدوا الثقة، حتى ليس فقط بهذه الطبقة السياسية، فقدوا الثقة بلبنان للأسف. يعني 675 ألف ليرة هو الحد الأدنى للأجور، لا تكفي لتأمين الخبز لعائلة واحدة، مع هذا تآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية بعد أن وصل الدولار إلى 20 أكثر من 20 ألف ليرة لبنانية. يعني لولا من هم في الخارج يساعدون أهليهم في الداخل اللبناني كان أيضا الوضع هو سيء جدا، ولكن أعتقد هناك بعض العائلات التي تستفيد من تحويلات ذويهم في بلاد الاغتراب، هناك قلة قليلة من يتقاضون بالدولار، أيضا التكافل الاجتماعي هو ما إلى حد ما يعني يساعد في قدرة بعض اللبنانيين على الاستمرارية. عدا عن ذلك الدولة ومؤسسات الدولة والوضع هنا في لبنان كارثي، وليس كما ذكرت أعيد وأشدد طوابير الذل هنا في لبنان. من بيروت كنت معنا الكاتبة الصحفية ميساء عبد الخالق، شكرا جزيلا لك. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. دير شبيغل الألمانية تقول إن متطرفين أتراكا يهاجمون منتقدي أردوغان في ألمانيا وتطالب بإجراء حكومي ضد هؤلاء. فورين بوليسي تقول إن بغداد بحاجة إلى ضمان أن بايدن لن يستخدم استقلال العراق كرهينة في المفاوضات مع إيران. نوت أمريكا الأسبانية تصف رحلة سانشيز إلى الولايات المتحدة بالمحرجة لإسبانيا لعدم لقائه بايدن. تشاينا ديلي تؤكد أهمية التعاون الأمريكي الصيني لمحاربة ظاهرة التغير المناخي. تحت عنوان الديمقراطية لا تسمح لنا بالعيش، كوبنهاجن بوست تسلط الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في ظل عمليات الإعادة القسرية لهم. تشهد تركيا صراعات سياسية كثيرة في الآونة الأخيرة، خاصة في ظل هجوم الرئيس رجب طيب أردوغان على المعارضة. مجلة فورين بوليسي الأمريكية تناولت هذا الأمر في تقرير تحت عنوان التشققات تتزايد في نظام أردوغان. وذكرت المجلة أن السياسة التركية باتت اليوم أكثر اضطراباً من أي وقت مضى في السنوات الأخيرة، مع استمرار الاحتجاجات والانتقادات ضد أردوغان وحكومته. وأضافت المجلة أن قدرة الرئيس رجب طيب أردوغان على فرض السيطرة على كل مظاهر الحياة السياسية في تركيا باتت في خطر. وحذرت المجلة الأمريكية من أن الأمر قد ينذر بوقوع احتجاجات كبيرة واسعة النطاق واندلاع أعمال عنف، فضلاً عن تزايد الصراعات السياسية. وقالت فورين بوليسي إن أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم قد أساءوا إلى النخبة العلمانية في تركيا وأهدروا فرص تعزيز التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي. اهتمت الصحف الأمريكية بتحليل خطة الإنقاذ التي أعلنها الرئيس جو بايدن في حزمته للإغاثة من جائحة كورونا والبالغة قيمتها تريليوناً و900 مليار دولار. صحيفة ذا هيل الأمريكية انتقدت الخطة في تقرير تحت عنوان
بايدن يسيء فهم أساسيات الاقتصاد. الصحيفة قالت إن أهم قاعدة في الاقتصاد هي قاعدة العرض والطلب، التي تعني أن مع اقتراض الحكومة تريليونات الدولارات فإن قيمة الدولار ستنخفض لترتفع الأسعار. وأضافت الصحيفة أن تداعيات هذا الأمر سيكون حدوث تضخم، إلا أن بايدن يرى أن اقتراض الحكومة لن يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار. وقالت الصحيفة إن تأكيد بايدن بأن ضخ 6 تريليونات دولار في خطته للإنفاق الجديد ستؤدي إلى خفض الأسعار ليس سوى هراء. واستشهدت الصحيفة بارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي ومؤشر أسعار المستهلك منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض، معتبرة أن مع ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة فإن حل بايدن بإغراق الاقتصاد بتريليونات الدولارات سيؤدي إلى كارثة اقتصادية. الصفحة الأولى مستمرة معكم من قناة الغد، نتابع فيها بعد الفاصل. كورونا يهدد أولمبياد طوكيو وشعبية رئيس الوزراء بحسب صحيفة يابانية. أهلا بكم من جديد إلى الصفحة الأولى وجولة في أخبار الصحف العالمية. يزداد التوتر بين الدول الغربية لا سيما الولايات المتحدة مع روسيا في السنوات الأخيرة. صحيفة بوليت روسيا الروسية رأت أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة ترتكب أخطاء في التعامل مع موسكو تسمح للرئيس فلاديمير بوتين باستغلالها لتصب في صالح روسيا. ورصدتها الصحيفة في تقرير بعنوان 3 أخطاء لواشنطن تسمح لبوتين بالتفوق عليها. وذكرت الصحيفة أن الخطأ الأول يتمثل في أن الدول الغربية تفضل تجنب المواجهة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفائها يبحثون عن حلول تفاوضية في القضايا المهمة بالنسبة لروسيا، وهو ما يمنح الكرملين ميزة قوية. وقالت الصحيفة إن الخطأ الثاني هو أن الغرب يفضل تقسيم أزماته مع موسكو إلى أزمات فرعية، وهو ما يعطي بوتين أفضلية في اختيار القضايا الأكثر أهمية بالنسبة لموسكو. وأضافت الصحيفة أن بوتين يستطيع المناورة لتحديد القضايا التي تعد ثانوية لروسيا والبدء في نقاشها مع الغرب من أجل إيهامهم بأنه يرغب في التعاون. وبحسب الصحيفة الروسية فإن الخطأ الأكبر يتمثل في ما تبديه واشنطن من غطرسة تجاه تعاملها مع موسكو، وهو الأمر الذي يسهل على بوتين استخدامه لصالح بلاده. تنضم إلينا من موسكو إلينا سوبونينا الخبيرة في العلاقات الدولية. سيدة إلينا، إذن هي 3 أخطاء استخدمتها الصحيفة لكشف عوار تعامل الغرب مع روسيا واستغلال بوتين لها للتفوق على الآخر. عندما نتحدث عن عدم المواجهة وتقسيم المشكلات، إلى أي مدى يلامس ذلك واقع تعامل الغرب مع روسيا؟ على كل نهاركم سعيد أولا وكل عام وأنتم بخير. على كل روسيا لا تسعى لأي نوع من المواجهة مع دول الغرب، أو أما بالنسبة لتلك الدول فأرى أن هناك ازدواجية كبيرة في سياستها تجاه روسيا. نعم، هم يوصلون الأمور لنحو المواجهة، ولكن لم يدخلوا في هذه المواجهة بشكل مباشر، والعلاقة هي تبقى متوترة. فحتى نهج جو بايدن الرئيس الجديد الأمريكي هو متناقض جدا. من طرف هناك تشديد العقوبات ضد روسيا والانتقادات هي أصبحت أحد، ولكن من طرف آخر جو بايدن يظهر رغبته في التعاون مع روسيا حول قضايا عدة بما فيها الشرق الأوسط. طيب، يعني ربما الصحيفة لم تستعرض أمثلة على تلك الأخطاء الثلاثة، فما هي أبرز الأمثلة ذات العناوين العريضة التي يمكن أن نستشهد بها لاستعراض أو وضع خطوط حمراء تحت هذه الأخطاء؟
أنا على كل لا أتفق مع هذا الطرح أن هناك 3 أخطاء أو أقل أو أكثر. هذا برأيي طرح اصطناعي قليلا، لأن الأخطاء هي موجودة من قبل الطرفين، علينا أن نعترف بهذا. هناك عدم الثقة وعدم التفاهم ما بين روسيا ودول الغرب، فما بين أسباب هذا الوضع هي أسباب تاريخية حتى. هناك رواسب الماضي ما زالت تؤثر على العلاقة. مثلا إذا أخذنا أعضاء الاتحاد الأوروبي الجدد مثل بولونيا أو دول البلطيق، فكأنها في كثير من الأحوال تنتقم من موسكو بسبب الماضي المشترك في أيام الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي. فهناك موجة جديدة من السياسيين في هذه الدول، وهم كأنهم ركبوا هذه الموجة، موجة الانتقام والانتقاد، ويحاولوا تحريض أمريكا تجاه روسيا في كثير من الأحوال. وما بين أمثلة، مثال جديد هو الاتفاقية الألمانية الأمريكية حول خط أنبوب الغاز من روسيا لألمانيا. فأمريكان وألمانيا اتفقت على أن يتم هذا المشروع، ولكن بولونيا وأوكرانيا قالت في آن واحد أنها حتستمر تعترض عليه. طيب، ذكرت بأنك لا تتفقين مع الأخطاء الثلاثة أو الاثنين أو أيا كان عددها، ولكن هل تتفقين مع التعبير الخاص بالغطرسة الأمريكية في التعامل مع موسكو؟ وهل استخدمها بوتين فعلا أو طوعها لخدمته ولصالح؟ نعم، في هذه النقطة أنا أتفق تماما. الغطرسة الأمريكية نحن نستطيع أن نشعر بها، وهي موجودة ليس فقط تجاه روسيا. شيء ملفت للنظر أنه هذه الغطرسة هي موجودة حتى في التعامل الأمريكي مع حلفاء أمريكا مثل ألمانيا، رغم أنها الاقتصاد الأول في أوروبا. وهذا ما يشعر به حلفاء أمريكا، وهذا ما يؤثر سلبيا يمكن على العلاقة ما بين هذه الدول وأمريكا. فممكن أن نقول أن القيادة الروسية هي تستغل هذه النقطة بهذا الشكل، أن أمريكا هي تضغط على حلفائها وتثير غضبها، أما روسيا فهي تقترح تعاونا على قدم المساواة، وهذا ما يرضي كثير من دول خاصة ألمانيا وإيطاليا وحتى فرنسا. أشكرك شكرا جزيلا من موسكو. كنت معنا السيدة إلينا سيبونينا، الخبيرة في العلاقات الدولية. ونواصل صفحتنا الأولى، إذ انطلقت دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو أمس الجمعة بلا حضور جماهيري بسبب جائحة كورونا. صحيفة ذا جابان تايمز قالت إن أولمبياد طوكيو تمثل تحديا كبيرا لرئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا. وفصلت الصحيفة التحديات في تقرير بعنوان: سوغا يواجه تحديات كبيرة مع انطلاق أولمبياد طوكيو. قالت الصحيفة إن سوغا قد تعهد بإنجاح دورة أولمبياد طوكيو مع العمل على منع تفشي فيروس كورونا خلال الفعاليات. وأضافت الصحيفة أن الكثير من المسؤولين اليابانيين سعوا إلى دفع سوغا إلى إلغاء الأولمبياد، وأن هذا سيصب في صالح اليابان، حيث تزامن انطلاق الأولمبياد مع ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا واكتشاف إصابات بين الفرق المشاركة. وأشارت الصحيفة إلى أن سوغا أكد أن سيناريو الإلغاء هو الأسهل، لكن يتعين على الحكومة مواجهة التحديات. وأضافت الصحيفة اليابانية أن سوغا يواجه تراجعاً في شعبيته، وفي حال فشله في الوفاء بتعهده بإنجاح أولمبياد طوكيو، فإن هذا سيلقي بظلاله سلبياً على فرص فوز حزبه في الانتخابات المقبلة. اهتمت صحف العالم بالأخبار المتعلقة بجائحة كورونا، خاصة مع انطلاق أولمبياد طوكيو. نتابع أبرز عناوينها.
أوبينيون إيطالية تسلط الضوء على المخاوف من تفشي الإصابات بكورونا مع انطلاق أولمبياد طوكيو وتصفه بأولمبياد الخراب. موسكو تايمز توضح أن معدل التطعيم بين الفرق الروسية المشاركة في أولمبياد طوكيو أقل من الفرق الأخرى. صحيفة بوليتيكو تنقل عن محاكمة ولايات ألاباما قولها إن الوقت قد حان للبدء في إلقاء اللوم على من رفضوا الحصول على لقاح كورونا مع تفاقم الوضع الوبائي. صحيفة لومون تتهم الحكومة الفرنسية بالسعي لتهميش معارضي التطعيم ضد كورونا لصالح الأغلبية المؤيدة له. لوفيغارو الفرنسية تتساءل هل ينبغي أن نشعر بالقلق حيال ارتفاع عدد الإصابات ودخول المستشفيات بسبب كورونا؟ تناولت الصحف العالمية رفض الصين لمقترح منظمة الصحة العالمية الجديد الرامي للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، وردا على اتهامات وردت في الصحف الصينية لواشنطن بإخفاء الحقائق. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في افتتاحيتها إن الصين تصعد خداعها وإنكارها في التحقيقات بشأن منشأ فيروس كورونا. قالت واشنطن بوست إن الرفض الصيني أمر لا يمكن تصديقه، وهو ما جاء على لسان نائب وزير لجنة الصحة الوطنية ومدير مختبر السلامة البيولوجية في معهد ووهان لعلم الفيروسات. وأضافت الصحيفة أن مدير مختبر ووهان نفى أن يكون المعهد قد أجرى أبحاثاً من أجل التنبؤ بشكل أفضل بالأمراض المعدية الناشئة وتطوير اللقاحات. وأضافت الصحيفة أن النفي يتعارض مع تقارير أشارت إلى أن المعهد قد أجرى تجارب باستخدام فيروسات واختبرها على الفئران ذات الخلايا التنفسية المعدلة وراثياً التي تشبه تلك الموجودة لدى البشر. منذ تفشي وباء كورونا انتشرت الكثير من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد إندونيسيا إحدى الدول التي تعرضت لكم كبير من الشائعات حيال الوباء واللقاحات المضادة للفيروس. صحيفة جاكرتا بوست تناولت هذه الأزمة في مقال تحت عنوان الوباء المعلوماتي يعيق جهود إندونيسيا في محاربة جائحة كورونا. وقالت الصحيفة إنه في ظل استمرار الحكومة في مكافحة الوباء تواجه السلطات انتشاراً كبيراً للمعلومات المضللة بشأن الفيروس. وأضافت الصحيفة أن هذه الشائعات والمعلومات المضللة تنتشر بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين الإندونيسيين خاصة الشباب. وأكدت جاكرتا بوست أن انتشار المعلومات المضللة ساهم في انتشار الفيروس من خلال تباطؤ إقبال الإندونيسيين في الحصول على اللقاحات بسبب ما يثار حولها من شائعات. وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا لطيب المتابعة، غدا يتجدد اللقاء، دمتم في أمان الله.